السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وشرح فيديو جديد في برنامج الاس بي اس اس. النهارده هنتكلم عن المان ويت ني تيست، وهو احدى النون بارامتريك تيست، وما يقابله في البارامتريك تيست هو الاندبندنت تي تيست. طيب بنستخدمه في ايه المان ويت ني تيست دوت؟ بنستخدمه علشان نقارن الديفرنس بتوين تو جروبس، تمام؟ يبقى عايزين نقارن الاختلاف بين تو جروبس، تمام؟ يبقى المان ويت ني تيست دوت عبارة عن نون بارامتريك تيست، وبنستخدمه علشان نقارن بين تو فاريبلز، تمام؟ ويكونوا التو فاريبلز دول نوت نورمالي ديستريبيوتد، تمام؟ التو جروبس اللي هم التو فاريبلز، تمام؟ ويكونوا ايه؟ نوت نورمالي ديستريبيوتد، او ممكن نستخدمه في حاجه ثانيه ان اوردينال فاريبلز، تمام؟ بين تو جروبس، تمام؟ يبقى احنا ممكن نستخدمه علشان نقارن بين تو فاريبلز نوت نورمال ديستريبيوتد او بين ordinal variables between two groups، يبقى يا اما ordinal variables between two groups يا اما ايه two variables not normally distributed، تمام؟ على سبيل المثال هنا لو قارنا ال satisfaction level في التو جروبس اللي هم الجندر ميل وفيميل، يبقى هنا عندنا ايه؟ عندنا ordinal variable اللي هو ال satisfaction، ولو شفنا ال values بتاعته هنلاقي واحد very dissatisfied، اتنين dissatisfied، تلاتة neutral، أربعة ساتسفايد، خمسة فيري ساتسفايد. يبقى احنا في المثال بتاعنا هنا بنقارن اوردينال فاريبل اللي هو ساتسفاكشن، تمام، بين تو جروبس اللي هو الميل والفيميل، تمام. عندنا زي ما قلنا في assumptions، في افتراضات لازم نخلي بالنا منها، اللي هو اما يكون الفاريبل بتاعنا نيوميريك، تمام، او يكون اوردينال، وهنا الفاريبل بتاعنا اوردينال، تمام، اللي هنقارن فيه التو جروبس، تمام. عندنا هنا البيشنتس بتاعتنا 20 بيشنت، منهم ميل وفيميل، تو جروبس ميل وفيميل، وعايزين نقارن الساتسفاكشن بتاعهم وجودهم في المستشفى على سبيل المثال. نقارنه ازاي؟ انالايز وبعد كده نون بارامتريك تيستس، نون بارامتريك تيستس، وبعد كده ليجاسي دايلوجز. يبقى تاني كده انالايز نون بارامتريك تيستس وليجاسي دايلوجز، ونختار two independent samples. يبقى analyze non-parametric testes legacy dialogues و two independent samples. نضغط عليها، نرجع للريست. في التست variable list هنحط الordinal variable بتاعنا اللي هنقارن من خلاله two groups اللي هو satisfaction، تمام. وبعد كده في الجروبنج هنحط الجندر، وندخل على define groups عشان نقول له ان واحد هو الميل واثنين هو الفيميل عشان يعرفهم بس. وبعد كده التست بتاعنا اللي هو مان ويتني، ونضغط اوكي. هنلاحظ هنا ان هو جاب لي رانكس وجاب لي الايه التست اوف statistics، تمام، اللي هو المان ويتني. الرانكس عندنا بيقول ان النمبر عندك 10 ميل و10 فيميل، والمين رانك 11 للميل و9 للفيميل، تمام. هنشوف المان ويتني بتاعنا هنلاقيه 37، ولو شفنا السيجنيفيكانت اللي هي البي فاليو هنلاحظ ان البي فاليو اكتر من 5 من 100، يبقى معنى كده ان مفيش ديفرنس سيجنيفيكانت في الساتسفاكشن بتوين ميل اند فيميل. يبقى كده احنا هنعمل سبورت للايه؟ للهايبوثيسيس، تمام. يبقى كده تاني البي فاليو عندنا اكتر من 5 من 100، يبقى كده نو سيجنيفيكانت ديفرنس بتوين الساتسفاكشن ليفل في التو جروبس اللي هم الميل والفيميل، تمام. كده شرحنا الايه المان ويتني تيست.